سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان خير بين أن يكون ملكا نبيا وأن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. ما الفرق بين الملك النبي وبين العبد النبي؟ الملك النبي كما في سليمان، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ليس عليك حساب. أما في العبد النبي لا يعطي إلا إذا حينما يأذن الله عز وجل ويأمره بالعطاء فيعطي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله يعطي. لكن في الملك النبي هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، لا يعني ليس عليه حساب في من منع أو أعطى. فهذا كان في شأن سليمان، لكن في شأن النبي عليه السلام لا يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. وهذا خصوصية العبد النبي وخصوصية الملك النبي، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى.